ما المزيد عن هذه التفاصيل؟ ما الجديد؟ تفاصيل الهجوم. نعم سهى، ارتفعت حصيلة القتلى من الجنود لتصل إلى 11 قتيل وأكثر من 10 جرحى في الهجوم الانتحاري الذي يعتقد أن منفذوه من القاعدة، وكان قد استهدف في الساعات الأولى من صباح اليوم بسيارة مفخخة معسكر النجدة الواقع بالقرب من كلية التربية في زنجبار. طبعا مصادر أمنية قالت أن الهجوم الانتحاري أعقبه هجوم مسلح من خلف المعسكر، بينما السيارة كانت انفجرت داخل بوابة من الجهة الأمامية داخل بوابة المعسكر. وبحسب المصادر الأمنية فإن الاشتباكات بين الجنود والمسلحين الذين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة استمرت حوالي النصف ساعة، وسقط خلالها عدد من القتلى في صفوف القاعدة. الجرحى والقتلى تم نقلهم إلى مستشفى الرازي العام في جعار. بحسب مصادر طبية فإن ثلاثة من الجرحى توفوا داخل غرفة العمليات لينضموا إلى 600 القتلى في الانفجار لتصل حصيلة القتلى إلى 11 قتيل، بينما لا يزال عدد من الجرحى في حالة خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن. نعم لطفي، هل هناك من معلومات عن الجهة المنفذة لهذا الهجوم؟ حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولكن بحسب مصادر أمنية فإنه من المحتمل أن يكون هذا الحادث منفذوه هم مسلحي القاعدة. ماذا عن المستوى الرسمي؟ هل هناك أي نوع من الإصدار أو شبيه ذلك؟ نعم الجهات الرسمية. حتى الآن المصادر الأمنية لم تصدر أي بيان تتهم نعم. فيها أي جهة بتنفيذ هذه العملية، ولكن قبل لحظة أو منذ ساعات الصباح حتى الآن مدينة زنجبار شهدت حملة أو انتشار كثيف للجنود في مداخل ومخارج المدينة وفي الحارات. وقبل لحظات كنت في تواصل مع قائد الحزام الأمني في زنجبار الذي أكد أنهم يقوموا بحملة متهمات لعناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة داخل مدينة زنجبار وأيضا داخل المناطق القريبة منها.